أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بصلي من كل قلبي أنك عم تتبارك من خلال هذه الفيديوهات اللي تكون نعمة وبركة وسلام وسبب خلاص وسبب نمو ونضوج روحي لحياتك. كمان أنا بدعوك أنك أنت تكون مساهم ومشارك في هذه الخدمة. إذا فعلا أعجبتك الخدمة بتحب تحط لايك بيكون كتير حلو، لكن برضو فيك تشارك، انك تعمل شير مع اصدقائك واخرون. كتير ناس بيسألوا كيف ممكن اخدم الرب، هاي جزء بسيط من الخدمة انك بتشاهد هذا الفيديو وبتعمل شير لاصدقائك وللناس اللي بتعرفهم. ومين بيعرف انت بتشترك في نمو شخص روحيا او نضوج شخص، والاهم لربما خلاص نفس ترجع للرب يسوع المسيح. فأنا بشجعكم مش بس تشاهدوا وخلاص، لكن تكونوا فعالين في هذه الخدمة، تشاركوها مع آخرين. اليوم رح أكمل أو أواصل التعليم عن ما هي إرادة الله لحياتك. إرادة الله لحياتك اليوم هي الثبات في الرب. هنا الرسول بولس بيتكلم عن صلاة في كولوسي الإصحاح الرابع والآية 12، وبيذكر اسم شخص عزيز على قلبه، خادم وزميل بالخدمة معه وعامل مع الرسول بولس اللي اسمه أبافراس. وهذا أبافراس مكتوب إنه فعلا يعني رجل صلاة ومجاهد في الصلاة، يعني الصلاة هي خدمته حتى يصلي من أجل الآخرين. وهي الصلاة في آية 12 كولوسي 4: مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. لاحظ الكتاب بيقول أن يصلى كل حين ولا يمل. في تسالونيكي 5:17: صلوا بلا انقطاع. وهون بنشوف في مثل عن شخص اللي هو مساعد بولس أبافراس اللي هو عبد كان في تلك الأيام لكن حر في المسيح يسوع. مجاهد كل حين، كل حين لأجلكم بالصلوات. شو كان الغرض من هذه الصلاة؟ لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فطبعا الحياة المسيحية هي مش مجرد أنك تضلك على السطح أو على الشط. الحياة المسيحية أنك تفوت إلى العمق، الحياة الروحية، إلى النضوج الكامل. وهذا أحبائي عن طريق الصلاة من خلال محضر الله. لما بكون في محضر الله أنا بتمتع في جمال الله وبنال هذا الثبات. ولاحظ هذه الصلاة بيتكلم عن مجاهد، يعني بجاهد بجد وكد وبتعب وبسهر وبكل قوته وبكل جهاده بيرفع الكنيسة أو المؤمنين بالصلاة. وشو الغرض من الصلاة؟ لكي يثبتوا ويكونوا كاملين وممتلئين من كل مشيئة الله. الثبات في مشيئة الله والكمال من خلال مشيئة الله والامتلاء من كل مشيئة الله. هذا كان الغرض من أبافراس عندما كان يصلي. صلي من أجل أن نكون كاملين كاملا. وهم بيتكلم عن الكمال اللي هو النضج الروحي عن طريق الثبات في يسوع المسيح. وطبعا رسول يوحنا في اصحاح في رسالة يوحنا الأولى اصحاح 2 والآية 6 بيتكلم عن هذا الثبات، أن نسلك كما سلك يسوع. فإذا هذا النضوج بيجي عن طريق الثبات والسلوك في يسوع المسيح. ويقول في يوحنا رسالة يوحنا الأولى 3:2: لكي أو نكون مثله. يعني كل الغرض من الثبات والنضوج والكمال أن نكون مثل يسوع المسيح. وفي رومية 8 آية 29 مكتوب: مشابهين صورة ابنه. كل الغرض من الخلاص والنمو والنضوج الروحي أن نكون مثل يسوع المسيح. اسمع ما قال الرسول بولس: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكنني أسعى نحو الكمال.
بعدين بيكمل في فيليب إصحاح 3 يقول أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. ثم بضيف بعدها جملة كتير كتير مهم يقول فليفتكر جميع هذا الكاملين فينا، يعني اللي وصلوا إلى حالة النضوج الروحي. يعني في مهمة في حياتنا إنه أسعى نحو الكمال، أسعى نحو الغرض، أسعى نحو يسوع المسيح حتى أكون مشابه صورة يسوع. وعندما أصل إلى هذه الصورة الكاملة بقول فليفتكر فيكم جميع الكاملين، يعني اللي نضجوا من هذا النوع من النضوج، لأنه عملية استمرارية يومية النضوج إلى الكمال. عارفين لأنه في حرب روحية، في مواجهات في هذه الحياة، في كتير ناس أصيبت بالإعياء والتعب الروحي، في كتير مؤمنين أصيبوا بالإحباط، وكتير أصيبوا بالفشل، وكتير أصيبوا بالتراجع والتقهقر والهزيمة، وطبعا بالفتور الروحي والسلوك الجسدي، لأنه يعني نسي الطريقة أنه ينمو نحو الكمال وينمو نحو يسوع المسيح، أنه كل الغرض مش بس خلاصنا أن نكون مشابهين صورة يسوع المسيح. فإذا هذا يتم عن التواجد في محضر الله، بتم عن طريق الصلاة، وبتم أيضا عن طريق الثبات في كلمة الله. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. نثبت في كلمة الله وكلمة الله بتثبت فينا. ثم من خلال العقيدة إيماننا مكتوب نثبت في الآب والابن، مثل ما بيقول في رسالة يوحنا الأولى طبعا إصحاح 2 والآية 24. ثم الثبات في الروح القدس بيتكلم عن المسحة ثابتة فينا، يوحنا الأولى إصحاح 2 والآية 27. ثم يتكلم في إصحاح 4 آية 16 من رسالة يوحنا الأولى الثبات في المحبة. ولاحظ أنه لما بتثبت في المحبة بتثبت في الروح، بتثبت في المسحة، بتثبت في الكلمة، بتثبت في يسوع المسيح، بتثبت في العقيدة في الآب والابن، وبتنمو نحو الكمال. بتصير تفكر فليفتكر جميع هذا الكاملين فينا. هذه كانت صلاة طبعا مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. هذه الصلاة أحبائي هي عن طريق، لاحظ الكلام، أتعب مجاهدا، أتعب مجاهدا. وهنا الجهاد بيتكلم عن اتزان الحياة المسيحية. الجهاد بتعني النضال، بذل الجهد، بتعني بذل الجهد حتى تعمل عمل وتكمل العمل. يعني بيتكلم عن الإنجاز وبيتكلم عن النتائج الروحية والأبدية من خلال هذا الجهاد. والجهاد بيتخللها الحرب الروحية، انت عم بتحارب روحيا، مصارعة روحية، لأننا وإن كنا نسلك بالجسد لسنا حسب الجسد نحارب. فإذا عن طريق الحرب الروحية منتمم هذا الجهاد. كتير من المؤمنين بفكر أنه الخلاص بالنعمة وخلاص، يعني منسيب حياتنا. لا، في جهاد في الحياة المسيحية، في جهاد في السلوك الروحي، في جهاد في الصلاة، في جهاد في الثبات، في جهاد للوصول إلى الكمال، في جهاد في المحبة، في جهاد إنك تتألم وتضطهد وتناضل وتنجز في الأمور الروحية، مش ببساطة لكن في جد وكد وتعب من أجل خدمة يسوع المسيح. فإذا السؤال كيف يثبت المؤمن؟ بيثبت لأنه له مسحة القدوس، يعني المسحة ثابتة فينا. ثم نثبت في الشركة. هو ليش صار في بدع؟ بيتكلم رسالة يوحنا الأولى كانوا منا لكن بالأصل لم يكونوا بل خرجوا منا، يعني خرجوا عن الشركة المسيحية فصاروا عرضة للبدع
والهرطقات والضربات لم يثبت في الشركة. ثم الثبات في الكلمة، الكلمة لما مكتوب مفصلا كلمة الحق باستقامة، وأما أنت فاثبت على ما تعلمت، خليك ماشي على الإيمان القويم، الإيمان الصحيح، العقيدة الصحيحة. اليوم الناس بتتفزلك بالكلام، بتتفلسف بالكلام وبتخرج عن المسار، لأنه لا في مصداقية ولا في مرجعية ولا في محاسبة. فالكتاب المقدس بيعلمنا عن الثبات في الكلمة، كلمة الرب يسوع المسيح. باختصار أحبائي، الثبات في يسوع المسيح، لما بتنظر ليسوع المسيح وبتركز، you fix your eyes، بتركز نظرك على يسوع المسيح، مش راح تتزحزح ولا تتزعزع ولا كل الاضطهادات ولا المقاومات ولا المفشلات ولا الإحباطات راح تأثر عليك. مشيئة الرب لنا باختصار هو الثبات في المسيح والإيمان بيسوع المسيح. إن مشيئة الرب لنا هو الوصول إلى الكمال. كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. نصل إلى حالة الكمال، إلى النضوج الكامل، مش بقوتنا ولا بتقوانا ولا بحكمتنا ولا بغنانا ولا بجبروتنا. بكل بساطة أنك بتعرف الرب وبتختبر الرب وبتفهم مشيئة الرب وبتعلن مشيئة الرب في حياتك. مشيئة الرب إلنا الوصول إلى النضوج الكامل والامتلاء من مشيئة الرب. ليه؟ مكتوب أما مشيئة الرب فتثبت إلى الأبد. الكاتب إلى العبرانيين بشجع وبحرض الكنيسة، يقول هذه الكلمات: فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله، إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. وطبعا في عبرانيين 13 بيختم في هذه الآيات: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد الآبدين، آمين. هاي هي كانت الصلاة. من خلال عهد المسيح ودخلنا هذا العهد، يكملنا في كل عمل صالح لتصنع مشيئته، كما قال الرسول بولس في روميا 12:2: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. من قال أنه ثابت المفروض تسلك كما سلك. إذا حياتك يوم بالجبل، يوم في الوادي، طالع نازل، يوم فاتر، يوم فرحان، يوم زعلان، شو رأيك اليوم ترجع للرب يسوع المسيح؟ قل له: يا رب أنا راجع لك اليوم. وعلى فكرة مش غلط إنك تتوب وتجدد عهدك، مش غلط إنك تقول له يا رب، تعترف بخطأ، تقول له يا رب فعلا أنا كنت عايش لذاتي وشهواتي، اليوم أنا عاوز أعمل مشيئتك، أثبت في مشيئتك، أختبر مشيئتك، أعلن مشيئتك في حياتي. قل له: يا رب ارحمني أنا الخاطئ، أنا بدعوك لحياتي اليوم، جددني، خلصني، نقيني، نظفني، طهرني من كل إثم، وأنا بقبلك تكون ربي ومخلصي في اسم الرب يسوع، آمين. إذا فعلا لمستك مثل ما ذكرت في البداية، شارك، اعمل شير وخبرنا. بحب على فكرة، بحب أسمع رأيك، وإذا عندك أي سؤال أو أي مداخل بكل سرور، بحب نصلي
من أجل احتياجات الصلاة طلبات الصلاة. إحنا واحد نصلي، يسوع حي بيسمع وبيستجيب. الرب يبارككم.